السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا طريقة عمل اللواية باش نلاقيو بها الجوانب ديال ديال الجلابة يعني ممكن نستعملوها في الجلابة من البداية إلى النهاية ممكن نلاقيو بها الجلابة غير في أسفل نصف طوق فهاد اللواية هادي اللي غادي اليوم يعني غادي نوضع لكم غير اللواية بحدها. أه كاين بعد مرات يعني تنوضعوا اللوايه مع الكوزه انا الان غادي نوضع غير اللوايه بوحدها يعني نخدموها غير بوحدها ونشوفوها كيفاش غادا تجي وممكن تستعملوها كما قلت لكم تزيين جلابه او القفطان فهذه هي الطريقه اول حاجه الان غادي نحدو العدد اللي بغينا يعني هنا العدد هو غير محدد أه انا هنا غادي نبقى غادي خدامه حتى نلاقي هاد الجانب مع الجانب الاخر وفي نفس الوقت نحسب شحال غادي ندير من غرزة فهذه الطريقة اللي تنبداو بها يعني الراندا في البداية تنبدأو بها الطريقة هي أأمن شوية بأن احنا نقدروا نحدو العدد دي الغرز بالضبط يعني أما إلا درنا خيط من الفوق وخيط من التحت فشوية نقدر نغلطو والمهم حنا دابا غادي نكملو هناك اه هنا كما قلت لكم تقدروا تخدموا اه العدد الغرز اللي بغيتو يعني أربعة خمسة اكثر اقل ممكن تخدموا غير ثلاثه الغرزات اه على حساب نتوما والذوق ديالكم فانا الان غادي نكمل هاد البديه هذه هي البديه ديال الراندا اللي غادي نبداوها والان غادي نثبت هاد ربعه الغرز اللي عندي غادي نثبتهم في, في التوب يعني في الطرف الاخر تندخلوا الابره وغادي نثبتها لاحظوا معي جيدا هنا الطريقه فتنثبت هذه الغريزه الاولى والان غادي نرجع لهذا الراس اللي هي الغرزه رقم ربعة هي اللي غادي نثبتها هنا عاده تحسب رقم ربعة يعني الان دابا فاش تبتها عاده غتحسب انها الغرزه رقم أربعة كما قلت لكم تقدروا تخدموا غير ثلاثه الغرازي وممكن تخدموا كذلك خمسة آه خمسة الغرازي يعني كل واحد كل وحدة تأخذ العدد المناسب آه العمل اللي هي غدا تقوم به فالآن غنجيو الغريزة الأولى لاحظوا معي جيدا هنا الغريزة رقم واحد هنا آه رقم اثنان فهنا نمشيو غير بشويه علينا ونحسبوا العدد ديال الغرازي اللي غادي يتكونوا عندنا فهنا الغرزه رقم ثلاثة والغرزه رقم أربعة ودابا لاحظوا معايا هنا غادي يعني غنكونوا هاد الغريزه هذه في التوب فانا هنا غادي نستمر وفي نفس الوقت نتوما غادي تحسبوا عدد الغرازي هنا هنا انا كما قلت لكم خدمت ربعه الغرازي ولكن اللي عليه العمده هما الغرازي اللي كاينين في التوب هما اللي غادي نحسبوهم من بعد كل وحده تحسب بالعدد ديال الغرازي اللي هي بغات يعني انا هنا غادي نستمر في الخدمه لاحظوا معايا عندي ثلاثه ضربات في التوب ثلاثه في الجهه العلويه وثلاثه في الجهه, في الجهة السفليه فالان انا غادي نكمل دائما كما قلت لكم ربعه الغرازي تنحافظوا عليهم يعني ما نزيدو ما نقصو فهنا لاحظوا معي جيدا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة عدي خمسة ضربات الفوق واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة وخمسة ضربات لتحت لاحظوا جيدا خمسة الفوق وخمسة لتحت والان غادي نبدأ هنا عادة غادي نبدأ واللوايه وباش يجينا يعني العدد متناسق ديروا نفس العدد اللي يكون عندكم الفوق يكون عندكم التحت هذوك الضربات اللي في التوب فالان انا غادي نكمل درت دابا ثلاثه غادي نديروا الرابعه فاش نوصل لهاد الغرزه رقم أربعة ما غاديش نضرب في التوب يعني ما نخدمش على التوب غادي نرجع غادي نرجع وفي نفس الوقت غادي نحافظ على اربعه الغرازيل اللي عندي يعني اربعه خاصني نبقى غاده محافظه عليهم هنا هذه رقم اثنان والآن رقم ثلاثة ورقم أربعة كما قلت لكم عندنا أربعة الغرازي خاصنا نحافظوا عليهم يعني سواء خدمنا على التوب سواء بدينا في اللواية فكما ما كتشوفوا معايا هنا عندي أربعة فهنا غادي نرجع هنا ما بقيتش غادي نضرب في التوب صافي يعني خديت انا خديت خمسة الغرازي اللي اللي خدمتهم على التوب فبديت في اللواية بديت تنخدم ربعة يعني أربعة غرز أه هنا كذلك العدد غادي يكون يعني كل وحدة غادي تاخد العدد اللي بغات في الطول دي اللواية يعني مثلا تقدروا تخدمو أه كنشوف أنا العدد المناسب يعني من سبعة من سبعة تمنية تسعود عشرة اتناش يعني ممكن تستمروا حتى توصلوا لاتناش ماشي إشكال كل وحدة تاخد طول ديال اللواية اللي بان ليها أنه مناسب فاش تتلوي يعني الخدمة كتلويها فانتي كتشوفي واش هذيك اللوية غادا توصل ولا ما غاداش توصل ليه فهنا أنا غادي نكمل يعني الخدمة بشكل عادي جدا غادي نستمر يعني عندنا كما قلت لكم أربعات الغرازي ديونا هما اللي غادي نحافظوا عليهم بحال يعني غادي نبقاو غادي خدامين أه, أه غادي تشوفوا معايا دابا الان أه لاحظوا معايا جيدا انا هنا خدمت لاحظوا هنا غادي نحسبو واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا انا خدمت ثمانية الغرازي كما قلت لكم تقدروا تخدموا أه يعني كنظن انه ابتداء من سبعة باش تقدروا انكم تلويوها يعني لاحظوا معايا جيدا انا الان لويتها ها هي تلويت انا عندي 8 الغرازي تلوات ووصلات التوب، فانتوما غادي تخدموا العدد اللي اللي عجبكم 8 تسعود عشرة حداش اتناش يعني شوفوا نتوما العدد المناسب ليكم وتنضربوا هنا في التوب باش نتبتو هذاك الطرف دي اللواية نتبتوا عندنا في التوب وغادي نرجع نخدم فوق من هادو ربعة الغرازي اللي احنا درناهم سابقا فهنا نخدموا رقم واحد ونجي الغرزة الثانية والغرزة رقم ثلاثة هاد الدرس ديال اللواية ساهل بزاف وبسيط بزاف وفي نفس الوقت نقدر نخدموا اللواية في الجوانب ديال الكوزة يعني تنخدموا الكوزة في الوسط وتنخدموا اللواية في الجناب سبق لي وضعت واحد واحد الفيديو خاص درت فيه درت فيه الجوزة في الوسط واللواية في الجناب ممكن ترجعوا للقناة غادي تلقاو هذاك الفيديو والآن أنا قلت يعني نخدم غير اللواية بوحدها باش نشوفوها حتى هي كيفاش غادي تطلع وكيفاش غادا تجي يعني آه، حتى هي مزيانة يعني الواحد إلا خدم مثلا الكوز يعني اللواية في, في النصف الطوق آه، فمن الأفضل أنا يخدم اللواية كذلك في في الاخر ديال الجلابه يعني من من نصف طوق حتى الاخر يخدم فيه كذلك اللواية ويزوق شوية يعني التزيين يعني شوية تزيين غادي تشوفوا معايا واحد الشكل واحد الشكل اللي غادي نوضعه أنه غادي نزين بهاد اللواية والأشكال عديدة ومتعددة يعني تقدروا تزينوها كيف ما بغيتوا بالطرز عادي أو بالبريد أو بالطرز التركي أو ب... بالعقيق يعني كل وحدة الاختيارات الاختيار ديالها المهم كما قلت لكم هنا ان احنا عندنا أربعة ربعات الغرازي خاصنا نحافظوا عليهم سواء خدمنا في اللواية سواء خدمنا في هاد الضربات هادو اللي كنضربوهم في التوب وممكن كذلك اللي ما بغاتش يعني تستعمل هادو خمسة ضربات اللي احنا ضربنا في التوب وبغات دير غير اللواية بوحدة ففي هاد المرحلة هادي من اللي انا ضربت هنا جوج ديال الضربات في التوب في الراس يعني دابا لاحظوا معي جيدا فهاد الضربه هادي اللي غادي نضرب دابا في الثوب ممكن هنا تبداو اللواية هنا بداو اللواية اخرى جديده يعني اللي ما بغاتش يعني دير المسافه اللي انا درت ديال خمسه الغرازي في الثوب ففي هاد المرحله هادي اللي كما قلت لكم فاش ضربنا جوج الضربات تبدا اللوايه ديالها عادي يعني الا بغيت تخدموا اللوايه حدا لوايه يعني وحده حدا وحده انا ما بغيتش ندير وحده حدا وحده بغيت ندير لاحظوا جيدا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هنا كذلك خمسة ضربات في التوب نفس الطريقة اللي خدمنا بها في, في, في الأول هي اللي غادي نستمر بها كما قلت لكم هنا كل وحدة تاخد الحاجة اللي عجباتها الآن أنا دابا غادي نبدأ اللواية كيف ما بدينا في الأول درنا خمسة ضربات في التوب وبدينا اللواية الآن مبقيناش غنضربو في التوب غادي نبقاو غادي عادي يعني غادي نستمرو بشكل عادي جدا دائما اهم حاجة هو العدد يعني العدد ديال الغرازي هو اهم حاجة خاصنا نحافظوا عليه فهنا انا غادي نكمل الخدمه يعني غادي نخدم هاد اللوايه هادي وغادي نزيد واحد شوي لاحظوا معايا جيدا خدمنا هنا غير جوج اللوايات وغادي نوريكم طريقه التزيين الان انا غادي ناخذ خيط اخر يعني انا هنا فضلت انني نزين هاد اللوايه بالبريد وبالدرس في نفس الوقت يعني غادي نخدموا البريد وغادي نخدموا الدرس وتابعوا معي باش نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدموا هاد البريد هنا البريد راه كذلك ممكن تستعملوا بزاف ديال الطرق ديال البريد يعني تقدروا تزينوا بزاف ديال الطرق انا هنا غنوضع لكم واحد الطريقه كنتمنى انها تعجبكم واللي بغات مثلا ان دير, دير يعني تخدم لاحظوا معي هنايا غادي نوصلوا لهذيك المرحله لكم جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش 12 تلتاش 14 خمستاش هنا أنا لويت خمستاشر لوية خمستاش والخيط مبروم على ثلاثة شعرات لاحظوا معي مزيان هنا البريد دائما خدموه بالخيط يكون مبروم على ثلاثة شعرات سواء في فوق مراندة أو فوق توب دائما خدموا على ثلاثه الشعرات أه، على اربعه ما غيجيكمش غي زوين صراحه يعني ما نكذبوش على اربعه تيجي 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 فواحد الشكل صراحه ما زوينش المهم انا ما كيعجبنيش أه، فلاحظوا معايا مزيان هنا رجعنا هذا البريد اللور وغادي نرجعوا نهبطوا الابره من نفس هذيك الغرزه اللي حنا خدمنا عليها نفسها تنهبطوا من هال الابره لاحظوا معي جيدا غدا نرجع لهذا المكان هذا يعني الغرزة اللي مقابلة معها او ديك الغرزة اللي جات في, رقم خمسة يعني نحسبوا حسبنا الضربات اللي في التوب فغدا تعطينا رقم خمسة وغدا نرجعوا هنا للوسط لهذا المكان هذا النقطة اللي جات عندنا في الوسط ورجع نطلع الابرة من هذيك الضربة رقم خمسة هذه رقم خمسة هي اللي نطلع منها الابرة فلاحظوا معي جيدا هنا كذلك غادي نلوي 15 لويه يعني نفس العدد لان عندي نفس المسافه يعني نفس المسافه اللي درناه هنا هي اللي درناها هنا ف15 لويه انا جاتني مناسبه يعني اللي خدمات بحالي خدمات خمسة ضربات في الثوب فدير 15 لويه يعني تلوي الخيط 15 مره هنا عطيتكم شويه العدد يعني ديما كنقول لكم في البريد خدموا غير عينكم ميزانكم آه لان كل وحده و يعني كل واحد غادي يخدم على حساب المسافه اللي عنده على حساب المسافة حنا كنخدموا عدد اللويات ولكن انا هنا اللي دارت خمسه ضربات في التوب فدير 15 غتجيها مزيانه تقدروا توصلوا حتى ل ولكن المهم 15 16 على حساب والخيط يكون بروم على ثلاثه الشعرات أرجع نهبط الابره من نفس النقطه اللي حنا انطلقنا منها يعني هاد الغريزه هذه لاحظوا معايا انا هنا درت المرمى يعني باش شديت التوب بهالطريقة الطريقه هذه فالان غادي نجي لهاد الغرزه اللحدة حدا هذيك الاولى اللي خدمت اللي خدمت عليها يعني جاوا في نفس السطر هي اللي غادي نطلع منها الابره ولاحظوا معايا جيدا غادي نجي لهاد الغرزه اللحدة حدا اللي حدا هذه هنا علاش حيت انا بغيت يعني تجي وحده مقابله مع وحده ممكن انكم تكتفيو غير بهاد جوج الدويدات اللي درنا او البريد هاد جوج البريد اللي حنا درناهم ممكن تكتفيو بهم يعني باركه يعني تقدروا ديروهم غير هما باركه فهنا انا عندي اه 12 لويه عندي هنايا 12 لويه فهنا غادي نكملو يعني هاد البريد راه هاد رقم 3 كما قلت لكم اللي بغات توضع هنا غير جوج ديال البريد يعني غير هذاك الشكل بحال القوس يعني اللي بغات تخدمو بوحدو اه تخدمه اللي بغات تزيد تكمل يعني توضع هاد, هاد الشكل هذا اللي عجبها بطبيعه الحال وبغات توضعه ف اشكال حتى هو شكل زوين ممكن هنا في هاد البلاصه ديال هاد البريد هذا اللي كنخدم فيه دابا تقدروا ديروا مثلا مثلا مثلث او مربع بالطرز الرباطي هنا انا وضعت 12 لويه هنا 12 لويه في هاد هاد الجوج هادو هاد الجوج لان هنا المسافه شويه صغيره ف12 جات كافيه يعني في الاول كما شفتوا معايا درت 15 15 علاش لان المسافه هي طول من هذه فدرنا 15 الان لاحظوا معايا جيدا المكان اللي طلعنا منه الابراق هنا علاش انا بغيت تجيني وحده وحده تجي بهذا لاحظوا هنا كاينين ربعه الغرزات فغنجيو لهاد الغرزه الرابعه هي اللي غادي نهبط منها الابره وغادي نرجع نطلع الابره من نفس النقطه اللي حنا بدينا منها يعني نفس المكان اللي حنا بدينا منه هو اللي غادي نرجعوا ليه وغادي نكملوا هذا البريد هذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 12 وقعت 12 وصراحه ما عرفتش واش 12 ولا 10 المهم نتوما ديروا العدد اللي بان لكم مناسب كنظن هنا 10 غتكون كافيه المهم هنا اه يعني كما قلت لكم لاحظوا هذا الشكل هذا هو الشكل اللي انا درت يعني وهنا لاحظوا جيدا البلاصه ملي غادي نطلع الابره من هذيك الغرزه هذه الغرزه الاولى ولاحظوا جيدا غادي ندور الخدمه ديالي علاش باش نخدم الدرس فوق من هذاك فوق من هاد اللوايه فغادي نرجع في نفس هذه هاد النقطه هادي باش ندير هنا واحد الغريزه هنا غادي نكون الغرزه الاولى كيف ما الدرس راه فيه جوج ديال الغرزات هنا غادي نوضع الغرزه الاولى وغادي نجي لهاد اللي حداها وغادي كذلك الغرزه الثانيه هنا باش نقدروا ان احنا الدرس خاصنا القاعده فالقاعده هي هاد جوج درسات هاد جوج غرزات عفوا فهنا نلوي الخيط ثلاثه اللويات كما قلت لكم الخيط مبروم على ثلاثه شعرات فهنا انا لويت الخيط على ثلاثه اللويات باش تعطيني هاد الدرس الحجم ديالو صغير الدرس ديال الواحد هذا فهنا غادي نرجع بهالطريقة الطريقه هادي هاد الدرس هذا اللي بغات ديرو ديرو اللي بغا ما بغاتش ديرو ما يعني كل وحده كينا اللي كتبغي يعني اللوايه تبقى خاويه ما فيها والو فهنا غادي نكملوا الدرس الدرس ديال الواحد كما قلت لكم بشكل عادي جدا غادي نبقى غادي نخدمين فوق من هذيك اللوايه واللي بغات ديرو ديرو ما ديرو يعني ما ديروش هو غير حسب الرغبه بطبيعه الحال والتزيين كامل تيكون حسب الرغبه يعني كل وحده هنا كيفاش غيبان ليها التزيين يعني فهذا مجرد اقتراح يعني نقدروا هنا نستعملوا عدة أشكال باش نزينوا هاد الخدمة هذه وهذا الشكل من هادوك الأشكال فأنا هنا غادي نكمل هاد الدرس هاد الخيط قرب بكمل من الأفضل يعني غادي نحيدو وغادي نركب دابا واحد خرج جديد هنا لاحظوا معايا كيفاش ركبت الخيط فخليت هذاك الخيط وخدمت فوق منه واحد اخر رجع نثبت هذا مزيان أه وباش تعطيني هاد النقطة هادي اللي انا غادي نلوي عليها الخيط ثلاثة اللويات باش ندير الدرس ديال الواحد والان غادي نكمل انا هاد الدرس أه حتى نوصل للراس ديال هاد اللواية المهم أه نتوما راكم غادي تبقاو وغادي خدامين حتى توصلوا للطول اللي عندكم الطول المناسب لعندكم عندكم كنتمنى ان هذا الشكل هذا ينال الاعجاب ديالكم وما تنسوش اللي عجبها الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء ديالها ويعني تبارطاجيه وفي نفس الوقت ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب طبيعة الحال اللي عجبها الفيديو دائما واللي اول مرة كتشوف القناة وعجباتها وبغت تشترك فمرحبا بها وشكرا على المتابعة